لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صراع يأتيكم من مدينة القنيطرة وبالضبط بالملعب البلدي المحتضن لهذه المواجهة. فريق النادي المكنسي بعد مقابلته السابقة أمام فريق شباب السوالم الرياضي اليوم يواجه فريق الجيش الملكي، لكن يقوم بمراوغة ثم مراوغة ثانية. زحزح حميد، تصويبة مباشرة فوق المرمى، فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، فوق المرمى بسنتيمترات قليلة جاءت عملية هجومية على الصورة. حريمات عميد فريق الجيش الملكي، كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الأمامي للنادي المكناسي. الانطلاقة الهجومية ردة الفعل، محاولة الانسداد المرور، ولكن يظهر على أن هناك تغطية من جانب الدفاع. الانطلاقة الهجومية تأتي من أقدام معاذ جلوس، معاذ قام بتمريرة، محاولة تأتي من جانب اللاعب الغفور ميري، عنده إمكانية جيدة نعلم قيمة الأخوين ميري يعني يوسف ميري. وعندك حتى المقابلتين الأخيرتين، صراع اللي كان مع فريق الرشا الرياضي المتوج باللقب، ذكر بانه كان لاعب سابق سوى فريق النادي القنيطري في الوقت الانشائي. الاختراق والدخول داخل منطقه الجزاء بعد عن تمرير عرضي، كره داخل منطقه الجزاء والارتقاء لم يقدم الجديد يوسف الفحلي الذي كان يبحث عن الحلول في الخط الهجومي. يوسف الفحلي في الوضعيه كان المناسبه، 27 سنه الفحلي اللاعب السابق سوى فريق النهضه الرياضيه، لكن تعود الكره لتكون من جانب عناصر فريق النادي المكناسي. حكم يتدخل يقول هناك مخالفه. سلالات كانت من جهه اليسرى عن طريق لاعب كاريرو خيسوس غوسو، كرة تلف داخل منطقة الجزاء، الحارس في المكان المناسب يتمكن من إيقاف هذه الكرة، يعطي في المكان المناسب، رؤية جيدة ومكاب ملعب المسيرة. كرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. خبرة ايضا ليست فقط مع الانديه، حتى مع المنتخب، وضربه خطا يقول الحكم. اشاره، تحدثنا عن كاريرو، عن اللاعب السريع، اللاعب اللي عنده 26 نقاش. ايضا يستعد، محاوله تاتي، تصويبه بعيده تماما من زحزوح الى خارج رقعه الملعب. من زحزوح غادرت الى خارج رقعه الملعب. 20 سنه اللاعب السابق سوى فريق اتحاد تورغا. شوف هنا التمريره ولكن مباشره الى خارج رقعه الملعب. وبديك تستمر هذه العمليه الهجوميه من جانب فريق النادي المكناسي. كره مهيئه بشكل ممتاز، كان بالامكان الاستفاده منها لكن ضاعت. تم تحضير كره بالمقاس، سهيل اديب، ومحاوله ممتازه داخل منطقه الجزاء لكن ضاعها. كارنيرو، تصويبه فوق المرمى بسنتيمترات، فوق المرمى بسنتيمترات. لعبات بالمقاس، لعبت بطريقه جيده، جعلت الفرصه اقرب نحو التهديف. نادي مكناسي يطمح للتسجيل، لاحظوا كيف هذه المباراه، وايضا تابعت كيف كان متفائل على انه مباراه اليوم لن تكون بالسهل، ولكن مكناسي الطموح لتسجيل الهدف الاول. دخول داخل منطقه الجزاء، رضواني في الاستلام، ولكن خياطي لم يتعامل مع الكره، مباشره الى خارج رقعه الملعب. هذا الموسم بدايه الجيش، إمكانية رفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء وتصويب، تحضير، تغييب الرأسية أمام المحاولة وأمام الصعود اللي يجي من جانب اللاعب على الصورة. نشوفوا محمد الشعواني، دخول داخل منطقة الجزاء، عملية الاستلام، تمريرة ممتازة، تصويبة لكنها بعيدة، بعيدة إلى خارج رقعة الميدان. بن حليب حاول الوصول للكرة ولكنها غادرت إلى خارج رقعة الميدان. واحدة من الفرص، واحدة من الإمكانيات اللي يتوفر عليه إسماعيل. تمريرة عرضية جانبية بعيدة في غياب متمم العملية مع سقوط الكرة بهذه الكيفية أمام كورنيرو. كان بإمكان كارنيرو أن يقع في المحظور. فريق نادي المكناسي لكن يبقى فريق كبير، فريق محترم، تاريخ كبير، ساكن ايضا. حاول كترجع عن الفحلي، الفحلي كيخترق، كيدخل داخل منطقه الجزاء في غياب متمم للعمليه، تصويبه ممتازه، كيضيع هدف محقق امام الاستماته ديال الدفاع لاعبي فريق النادي المكناسي اللي حاولوا ما امكن ابعاد الكره، وبالفعل يتاتى ذلك بخروج هذه الكره الى الركن بعد هزيمه. كرة براسية، محاولة صوب حريمات، كرة محاولة ممتازة، جول، جول.
الجيش الملكي يسجل الهدف الأول. فحلي يفعل اليوم يوسف عملية هجومية استلمها كان في المكان المناسب يصوب مباشرة في الشباك. يوسف فرحو يستلم ويسجل عليه الهدف الأول في هذه المقابلة. ولاحظوا سمات الدفاع فريق النادي المكناسي وهنا طريقة إمكانية اللي توفر عليها. رفع الكرة داخل منطقة الجزاء واختراق محاولة ممتازة دخول داخل منطقة الجزاء. كرة كان بإمكانها أن تكون في الشباك. لعبت بمجهود شخصي لعبت بمبادرة من محراب اللي حاول ما يمكن أنه ينطلق ينسل إسماعيل اللي لاحظوا صاحب ثلاث أهداف هاتريك في المقابلة الماضية أمام فريق شباب المحمدية في الدورة الأولى. تلقى تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء راسية محاولة من جديد مستمرة من جانب الفحلي وطلع من أخطر الكرات أيضا بعد تسجيل الهدف الأول. جات فرصة ثانية لفريق الجيش الملكي يواصل لا زال يواصل محاولة الاختراق دخول داخل منطقة الجزاء مراوغة سويبا ولكن إلى خارج رقعة الملعب. أنس باش هو من انطلق واندفع ودفاع النادي المكناسي الآن يستميت بقوة بقيادة كرة من جهة اليمنى محاولة ممتازة فرصة جول جول ثاني. الجيش الملكي يسجل ثاني الأهداف وزحزح هو من كان في الجهة اليسرى لكن من وضع الكرة في الشباك وزكريا زكريا جلال هو من وضع الكرة في الشباك. نعم جوج الأهداف مقابل شيء. هذا المدرب البولوني هادئ هذا المدرب البولوني هادئ جالس ويتابع ويرصد ما يحدث. البحث عن الكرة في الخلف من محسن ربجة كرة تلفت ممتازة داخل منطقة الجزاء كانت مهيئة بشكل جيد. لا تزال مستمرة هذه العملية الهجومية من جانب فريق النادي المكناسي محاولة صويبة ولكن فرصة في أي لحظة كرة للجيش الملكي مراوغة الحارس فرصة تسجيل كرة تلفت جول جول ثالث. الجيش الملكي يوقع على ثالث هدفه في مباراة اليوم. عملية هجومية لعبت داخل منطقة الجزاء المراوغة وبعد ذلك تسجيل. الابتسامة موجودة والفرحة موجودة كرة تنفاد بهذه الكيفية محاولة ممتازة مباشرة صوب الحارس صوب الحارس من حلاف تمريرة ممتازة تصويبة من جانب الحليب تعود مرة ثانية تصويبة ولكن إلى خارج رقعة الملعب. تومي سونغ تصويبة ولكن بعيدة في أريحية في عملية هجومية خطيرة كرة ممتازة جول جول في مباراة اليوم. الجيش الملكي بتومي سونغ ربونوي يسجل الهدف الرابع في مباراة اليوم. الجيش الملكي عملية هجومية دخول داخل منطقة الجزاء زحزوح في التصويب وتدخل الحارس في الوقت المناسب. نقاش لاعب المدافع يدخل داخل منطقة